لم تقتصر التغيرات الطارئة على مناطق رشأفة على النواحي السياسية والعسكرية فقط، بل تعدى ذلك إلى تغيرات اجتماعية كبيرة. فهجرة الشباب إلى أوروبا وتمادي الهجمات الإرهابية على المدن الكردية أدى إلى حدوث ثورة اجتماعية فيها تمثلت بتنامي دور المرأة بشكل ملحوظ، ليس فقط في ساحات القتال بل في الميدان الثقافي أيضا. جين اف ام أول إذاعة نسائية كردية تبث في ريف الحسكة، بالتحديد من مدينة عمودة الكردية. تتميز الإذاعة بكادرها وصوتها النسائي باللغتين الكردية والعربية، والتي تناقش مجمل القضايا المجتمعية في المجتمع الكردي والسوري. الهدف من إذاعة جين اف ام هي زيادة عدد الإعلاميات بالمنطقة، بحكم أنا كنت موظفة وفي كتير عنا موظفات بإذاعة أرتا اف ام اللي هي من أوائل الإذاعات اللي بلشت بس بالمنطقة، فشفنا أنه في نقص بعدد الإعلاميات. هاي البرامج بتكون بشكل عام بتخص المرأة والطفل والمجتمع بشكل عام، بس بنركز أكتر شيء على المواضيع اللي بتهم المرأة، ونحاول نطرح المشاكل اللي بتعانيها المرأة في المجتمع عنا هون، والصعوبات خاصة بعد الأزمة اللي صارت بالبلد. لأرى نيوز، أحمد شويشة راسينو، عمودة.